بالنشيد الوطني استقبل سكان منطقة وادي الليل عناصر الأمن بعد انتهائهم من عملية اقتحام منزل كان يتحصن به مسلحون في ولاية منوبة. بعد تفاوض استغرق ليلة كاملة اقتحمت قوات الأمن المنزل، الحصيلة 6 قتلى منهم 5 نساء، فيما جرح طفلان نقل إلى المستشفى. الصباح يعني كنا يعني واقفين في الجهة المعاكس، سمعنا حس الكرتوش في بين ألعاب نهرية كالعادة. إذا بيت فجأة اللي ثم رهبيين في الدار هذية، جيت مع 7 صباح لقيت الأمن الحرس الوطني بتوق المكان، وقفنا بجنب المقهى المحادية وقد تبدل النار ما بين الإرهابيين وبين الأمن، ثم عون الأمن توفى الحمد لله، والحمد لله العملية نجحت. اللافت في هذه الواقعة هو التوقيت، يومان قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، فيما يصعب التنبؤ بتأثير الحادث على نسبة إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع. العملية حسب المتحدثين باسم وزارتي الدفاع والداخلية في جوهرها عملية أمنية استباقية بدأت في ولاية قبلي في إطار سعي الأجهزة الأمنية لتأمين عملية الانتخابات المقررة الأحد. لابد من التوجه بكثافة، وأدعو كل وسائل الإعلام، وهذا بديتوا فيه وما عندناش فيه شك أنكم باش نساعدوا كل مع بعضنا في سبيل أنه التوانسة تمشي إلى مكاتب الاقتراع، وندعو التوانسة ومن المنبر هذا ندعو التوانسة باش يمشيوا ونأكدوا على الواجب الانتخابي، لأنه في الواجب الانتخابي هذا تجسيد لمبدأ المواطنة اللي هو الرد على هؤلاء. وكانت الحكومة التونسية قد صادقت على نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن والجيش في كافة الولايات التونسية من أجل نقل المواد الانتخابية وتأمين مراكز الاقتراع، فضلا عن القوات الخاصة المكلفة بالعمليات الاستباقية في ظل إعلانها عن إحباط مخططات لتفجير عدد من وسائل النقل بالتزامن مع الانتخابات. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربية، تونس.